السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا الفيديو البنات غادي نقدم لكم هاد اروع البريوش اللي كيجيو زوينين بزاف، درتهم بالبطاطا. المهم سبق ليا وقدمتهم شحال هادي، راه كاينين في القناه، درتهم بالقرعه الحمراء ودرتهم بالبطاطا. قلت علاش ما نبارطاجيش هاد لاغوسيت معكم، كتجي لذيذه بزاف. هنايا على بركه الله غادي ندوز للمقادير. عندي هنايا 4 ديال الحبات نتاع البطاطا، يكونوا متوسطين اللي حيت ليهم القشره ديالهم، قطعتهم هكذا غير باش يطيبوا ليا دغيا. وفيهم تقريبا واحد الكاس ديال الماء كما كتلاحظوا هنايا، راه باقيين سخونين. واحد معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، واحد معلقه صغيره ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال الحليب غبره، كاس الا صبع ديال السكر سنيده. الا ما كيعجبكمش السكر تقدروا تنقصوا، كيعجبكم عاوتاني يكونوا حلوين تقدروا تعمروا الكاس. عندي هنايا نصف كاس نتاع الزيت، 100 غرام ديال الزبده كيف ما كتلاحظوا هنايا، كنخرجوها من قبل من الثلاجه، تكون عندنا واحد الزبده هكذا بحال البوماضة. عندي جوج حبات نتاع البيض، دو هما المقادير ديالنا. على بركه الله غادي ندير هاد البطاطا ديالي، غادي نديرها في الخلاط. طريقه سهله يا البنات، كيف ما قلت لكم راه سبق لي وقدمتهم شحال هادي، يقدر يكون شي عام ونص ولا عامين باش درت لهم في القناه. كنضيفوا السكر، هذيك جوج معالق ديال الحليب غبره، الخميره، المهم كنضيفوا كلشي الا الزبده والملحه، كيجيو زوينين بزاف على البنات. غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديال هادو اللي درتهم بالقرعه، حتى هما غادي نخليهم في صندوق الوصف. غادي نضيفوا الكاس ديال الماء، وغادي نطحنوه مزيان حتى يطيح لينا داك البطاطا مزيان، حيت باقي سخونه البطاطا ديالنا راه في ساعة كتطحن. هنايا غادي ناخذ واحد الكسعة، وغادي نخوي عليه هذاك الخليط اللي طحنا كيف ما كتلاحظوا هنايا. انتما كتشوفوا الخليط ديالنا كيكون مطحون مزيان، كتهزو هكذا بلا ماغيس، كيولي واحد غير هكذا الخط زعما ما كيتقطعش. وهنايا كنضيفو، انا ضفت ليه كيلو و 200 غرام ديال الفرينه، تقدروا نتوما تقسموا المقادير على جوج ولا على ثلاثه. صافي كندير هذه الكميه كامله ديال الفرينه، وتبارك الله كيف ما قلت لكم كيعطيونا كميه كبيره، وانا عاد ما شاء الله راه كبرتهم. غادي نخلطهم بهذه الطريقه هذه، المهم ضفت الملحه، انتما كتلاحظوا ولا كتشاهدوا عفوا الخليط ديالنا. المهم كناخذ واحد لاكورن، كنحيد هاد الدقيق ولا هاد العجينه اللي لاصقه ليا في يدي. غادي نحيد هاد العجينه، غادي نديرها في سطح العمل كيف ما كتشوفوا، راه كتجي رطبه بزاف، ما كتجيش العجينه ديالنا قاسحه، باش هكذا تجينا لا بغيوش ديالنا ما تجيناش مدقصه، كتجينا فتيه من الداخل. نتوما كنحاولوا ندلكوها بهذه الطريقه هذه، اللي بغات ديرها البنات في العجانه ديرها في العجانه. سمحوا لي البنات، حسب لي وراه زعما كنصور حتى درت هذاك الزبده. المهم درت هذاك 100 غرام ديال الزبده، بعد ما دلكتها شي شويه ضفت ليها 100 غرام ديال الزبده. كنحاولوا ندلكوها بهذه الطريقه هذه باش تدخل لينا ديك الزبده في العجينه ديالنا.
مره مره كنجيبو لاكورن، كنحاولو نجمعو هداك الشي اللي كيكون في الجناب. كيف ما كتلاحظوا هنايا بعد ما درنا الزبده صافي ما بقاتش كتلصق لينا في اليدين. وكندلفوها حتى ديك، المهم حتى ما كتبان ليناش ديك الزبده. صافي البنات، المهم هنايا غادي نديرها في هذا البول اللي دهنته بشويه ديال الزبده، ماشي الزبده عفوا، ديال الزيت. وغادي نخليه حتى يضعف الحجم ديالو. هنا كيف ما كتلاحظوا تبارك الله الحجم ديالو راه ضعف. انا ملي المهم خمرات مزيان دخلتها الثلاجه واحد 3 ديال الدقائق باش هكذا تساعدني ملي غادي نخدمها. كيف ما كتلاحظوا تبارك الله راه كدير هذه الفقاعات، ده هو الدليل بان العجينه ديالنا دلكناها مزيان. كنحاولوا نرشوا الفرينه، المهم ما نديروش بزاف باش ما نزيدوش العجينه ديال الفرينه عفوا في العجينه ديالنا. وهنايا غادي نحاول نقطعهم، المهم كل واحد يدير على حساب الحجم اللي كيبغي. كاين اللي كيبغيهم كذا كبار، كاين اللي كيبغي لا بغيوش تكون متوسطه. انا صراحه شويه ماشي كبار ماشي صغار. عاوتاني الا شفنا راه شويه زعما كبيره كنحيدو منها، نزيد نحيدو لها شي شويه. المهم حتى نتحصل على القوام اللي بغيت. انا غادي نستمر حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. هنايا البنات بعد ما كملت هنا درتهم في الطاوة، كان اللاطه عفوا اللي كتدخل الفران كان نحاولو هكذا شي شويه نضغط عليهم بيديا طريقه باينه. درت حتى هذه تبارك الله كيف ما قلت لكم عطاتنا الكميه كبيره. غادي نخليهم حتى يختمروا لينا، هما اللي بغيوش ديالنا بعد ما تضاعف الحجم ديالو. هنا عندي واحد حبه نتاع البيض ضفت ليها شويه القطرات هكذا نتاع الخل، غادي نخلطوهم مزيان. وغادي نحاول ندهن الوجه ديالهم. هنايا غادي نضيف شويه ديال الجنجلان، تقدروا ديروا لي بيبيت الشوكولا، ديروا داكشي نتوما اللي غادي تعجبوا وليداتكم ولا غادي تعجبكم. الفران ديالي سخنته على 180 درجه، هانتوما كتلاحظوا بعد ما خرجتهم من الفران كيكونوا منفوخين مزيان وبيان كيف ما كتشوفوا محمرين مزيان. غادي نخليهم حتى يبردوا لينا. هذه يلا خرجتها البنات من الفران باقي سخونه، نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هو الشكل النهائي ديال لي بغيوش ديالنا كيف ما كتلاحظوا، هذه اللي درناهم بالجنجلان كيجيو فتيين من الداخل. هذه البنات درت عليهم شويه ديال السكر نتاع كاسوناد هكذا من الفوق، وهذه ما درت فيها حتى حاجه حتى طابت، دهنتها بشويه ديال الكونفيتور ومن بعد درت عليها شويه ديال الكوك. هنايا غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي. كنحاول هكذا نقربها للكاميرا باش تشوفوا، انتم كتلاحظوا كيكونوا خفاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. سمحوا لي هنايا على الاضاءه، حاولت باش نقرب لكم هاد لا بغيوش الاخرى. راه باقيه البنات سخونه
كما كتلاحظوا البخار باقي كيخرج منها، راه ما كتكونش معجنه. كنتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، راه كيجيو زوينين بزاف البنات. كيف ما قلت لكم انا شحال هذه كنت كنديرهم، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش هاد لا غوسيت معكم باش حتى نتوما تجربوها هكذا لوليداتكم، وكيجيو ساهلين المقادير ديالهم بسيط. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.